في كل مناسبة استجهة تعلن الولايات المتحدة على أنها ستواصل هذا الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل مهما زاد عدد الشهداء، وهذا رأيناه في تصريحات مختلفة إن كان من الإدارة إن كان من جيك سوليفان ومن غيرهم من المسؤولين الأمريكيين. على مدى يراهن بتقديرك من يرغب بتغيير موقف الإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة إذن؟ أولاً علينا أن ندرك أن هناك تحالف استراتيجي بين إسرائيل كدولة والولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تعتبر إسرائيل قاعدة عسكرية متقدمة وبشرية أيضا لها في منطقة الشرق الأوسط للمحافظة على مصالحها، لذلك هي تريد أن تبقى إسرائيل متفوقة عسكريا، وهذا الدعم الكبير والواسع الذي شهرناه على مدار 8 أشهر. لكن أيضا عوامل التغيير داخل الولايات المتحدة الأمريكية لا ترتكم فقط للبيت الأبيض وأعضاء الكونغرس، نحن نشهد تحولات في الرأي العام الأمريكي وتحولات واسعة، سواء بالمظاهرات الكبيرة التي شاهدناها خلال 8 أشهر الماضية والاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية التي أسفرت في بعض منها عن سحب بعض الجامعات الأمريكية استثماراتها من إسرائيل ووقف التعاون مع الجامعات الإسرائيلية، وهذا جزء من النضال الطويل للفلسطينيين. الأمر الثاني أن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية خاصة الدول الغربية التي قررت أن تغير مواقفها فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من جهة، وأيضا في السياسات العامة وعدم تصديق الرواية الإسرائيلية، وشاهدنا هناك تغير كبير في سياسات بعض الدول الأوروبية التي أوقفت الشحنات العسكرية أو المعدات العسكرية لإسرائيل ومنعت الوقوف للسفن في موانئها مثل إسبانيا على سبيل المثال، وهذه التغيرات يعني مهمة، لكن الفلسطينيون يحتاجون إلى أكبر من ذلك، بالمعنى الوقوف إلى جانب الحقوق وليس إبقاء المصالح هي العامل الرئيسي بالنسبة للولايات المتحدة. دعينا أقول أنه جرى تغيرات على الموقف الأمريكي لكن ليست كما هو مطلوب أو ما هو مرغوب فلسطينيا، ومع ذلك الاستمرار بالعمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن يكون متصاعدا ومستمرا من قبل الجاليات الفلسطينية والعربية، وكذلك الدول العربية التي شكلت الدول العربية والإسلامية شكلت وفدا وزاريا وهو يجوب أنحاء العالم وزار الولايات المتحدة الأمريكية. التغير في الموقف الأمريكي في ظني سيكون تدريجيا. سمعنا خلال الأشهر الماضية أن هناك دراسة في وزارة الخارجية في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو الموافقة أو عدم الرفض في مجلس الأمن لعضوية دولة فلسطين، وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عمليا عن ذلك، ومع ذلك هذه خطوات مهمة في تغيير الموقف الأمريكي. في اللحظات الأولى للحرب هناك دعما متواصلا وكبيرا للحكومة الإسرائيلية، لكن بعد أشهر وإدراك أعداد كبيرة في البيت الأبيض وفي الكونغرس الأمريكي بأن إسرائيل خرقت جميع قواعد القانون الدولي، وضعت بعض المعايير فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الأمريكية، وأوقفت حتى الآن بعض الشحنات للأسلحة الثقيلة الأمريكية مثل الصواريخ الدقيقة على سبيل المثال. هذا ليس كافيا لكنه خطوة من خطوات عديدة ينبغي أن تصل إليها، والخطوة الأولى ربما هي في مسار 1000 ميل مهمة، وبالتالي التغير ربما يكون خلال الأشهر القادمة، ومع ذلك لا يمكن المراهنة. ولكن أستاذ جهاد، يعني حتى لو غير جو بايدن من سياسته باتجاه ما يحصل في فلسطين، هو في العموم خسر الأصوات التي كانت داعمة له، ولا سيما الأصوات التي تنادي بحق الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. فهو ما تبقى له من أشهر حتى هذه الانتخابات المقبلة الرئاسية، هل بتقديرك سيغير أي شيء؟ لأن أي تغيير بالنسبة له هنا يجازف بخسارة أيضا الطرف الآخر، وهي اللوبيات الصهيونية، أيضا الجمهور ربما الأمريكي المساند لإسرائيل، أعضاء الكونغرس في الداخل. فبالتالي هل تعتقد أنه سيغير مواقفه باتجاه الدولة الفلسطينية؟ دعيني أقول أمرين، أنت سألت وفيه بعض الإجابة. الرئيس الأمريكي اليوم عالم
ما بين الدعم المالي والإعلامي والسياسي الذي يحظى به من قبل المجموعات اليهودية المناصرة لإسرائيل، وما بين نظرته إلى الشارع الأمريكي وكذلك إلى المصوتين، خاصة في تلك الولايات مثل ميشيغان المتأرجحة والتي بها جاليات عربية وإسلامية، وهناك أعداد أو نسبة مهمة حتى في الحزب الديمقراطي، ثلث أعضاء الحزب الديمقراطي قالوا أنهم لن يصوتوا لبايدن نتيجة سياساته المتعلقة بالشرق الأوسط. قد نرى تغيراً في مواقفه بعد بدء الحملة الانتخابية ومن أجل الحصول على الأصوات في الشارع الأمريكي. وهنا ما تخشاه الحكومة الإسرائيلية بأن هناك تغير واسع وكبير داخل المجتمع الأمريكي أو في الرأي العام الأمريكي فيما يتعلق بمناصرة إسرائيل على حق وعلى باطل إذا جاز التعبير. اليوم هناك نظرة مختلفة وخاصة لدى الشباب الأمريكي والذي يمكن أن يكون فاعلا، وأعتقد أن القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة أحد عوامل التأثير على التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة أو الجزئية، وهي انتخابات جزئية في الكونغرس الأمريكي. لذلك لديه قشية وينظر بعين المترقب لما سيحدث خلال الأيام القادمة، وهذا يرتكن إلى السلوك الإسرائيلي. أولاً استمرار إسرائيل في حربها في قطاع غزة وعدم خضوعها لقرارات المحكمة العدل الدولية أو للمناشدات التي تطلقها الإدارة الأمريكية. ثانياً إذا ما قام نتنياهو بزيارة للكونغرس الأمريكي وإلقاء خطاب فيه كما فعل في عام 2016 قد يغير أيضاً من توجهات الديمقراطيين ويضغطون على الرئيس الأمريكي لاتخاذ إجراءات، وشاهدنا في عام 2016 على سبيل المثال. وبغض النظر عما يجري من مجزرة وقتل وتدمير في قطاع غزة الآن، هناك تغير في الموقف الأمريكي في ذلك الوقت عندما صوت استصدر قانون 2334 صحيح، نعم، في 23 ديسمبر 2016 على القرار 2334، وهو مهم بالنسبة للفلسطينيين. قد يكون قرارا آخر وهو الامتناع عن التصويت بالرفض لطلب فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأنا أريد أن أقول فيما يتعلق بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، إذا أصبحت دولة عضو كاملة العضوية يعني أن هناك تغير في طبيعة الصراع السياسي والقانوني مع الحكومة الإسرائيلية ومع إسرائيل، بالتحول من أراضي متنازع عليها وفقا لقرار مجلس الأمن 242 إلى عدوان واعتداء واحتلال عسكري لأراضي دولة عضو في الأمم المتحدة. وبالتالي هنا يمكن استخدام وسيلتين، إما عبر مجلس الأمن ونحن ندرك المواقف الأمريكية، لكن أيضا التحكيم أمام محكمة العدل الدولية وهي قراراتها ملزمة وغض النظر عن رفض إسرائيل. لذلك أعتقد أن هناك تحولات لكنها بطيئة يمكن أن نراها خلال الأشهر القادمة، لكن ما يهم الفلسطيني اليوم هو وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقف الدعم الأمريكي لهذا العدوان المستمر حتى يستطيع الفلسطينيون استعادة استنشاق الحياة في قطاع غزة على الرغم من الدمار الهائل الذي نراه وشاهدنا قبل قليل، الدمار الهائل في جباليا بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي بعد 20 يوما من عملية عسكرية تدميرية أرادتها الحكومة الإسرائيلية وجيشها من أجل تدمير البنى التحتية وعدم إمكانية أن يكون قطاع غزة قابل للحياة، وهذا هو الهدف الرئيسي بالنسبة لحكومة نتنياهو. في ظل كل ما ذكرته أستاذ جهاد حرب، كيف نفسر هذه الشعبية التي تزداد لدى بنيامين نتنياهو بتقديرك؟ بنيامين نتنياهو الذي تحدى العالم، الذي صور نفسه بطل قومي بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، أنه تحدى كل الضغوطات الأمريكية، ضغوطات المجتمع الدولي، تحدى أيضا قرارات محكمة العدل الدولية. بتقديرك إلى أين يتجه اليوم المجتمع الإسرائيلي الذي بدأ يمنح في استطلاعات الرأي ربما أرقاما للليكود وتحديدا لبنيامين نتنياهو على حساب غانتس، كما كنا رأينا في بداية هذه الحرب أن غانتس كان متفوقا على بنيامين نتنياهو؟ هذه لأسباب تتعلق بالحلبة السياسية الإسرائيلية. وغانتس في خطابه الذي أعلن أنه يمهل نتنياهو 3 أسابيع من أجل أن يكون هناك خطة واضحة لليوم التالي للحرب، وأيضا أن تكون الصفقة وإعادة الأسرى الإسرائيليين هي الأولوية في أهداف الحرب، كان تائها على مدار الأسبوعين الماضيين.
والمجتمع الإسرائيلي لا يرغب بوجود أشخاص تائهين غير قادرين على اتخاذ القرار اللازم والمصيري. هم يريدون أشخاصاً أقوياء، ويرون اليوم أن نتنياهو هو القوي الوحيد في إسرائيل، لذلك بدأ يتفوق على أو ترتفع أسهمه على صعيد المنافسة مع جانب. ومع ذلك ما زال مبكراً الحديث حول إمكانية عودة نتنياهو إلى الحكم في حال جرت الانتخابات، وأنا أظن أنه ما زال أيضاً مبكراً الحديث عن إجراء الانتخابات أو قدرة المعارضة الإسرائيلية على إنهاء حكم نتنياهو الذي يتمتع بأغلبية داخل الكنيسة ب 64 مقعداً، وهي أغلبية مستقرة، خاصة أنه يتحالف مع من هم أكثر يمينية منه وأكثر عدوانية ضد الشعب الفلسطيني. لذلك هو مطمئن على ما يتعلق بحكومته حتى الآن، إلا أنه مسألة انسحاب جانب وأيضا تحالف بعض الأحزاب الإسرائيلية لإسقاط نتنياهو وانتخاب يؤاب رئيسا لحزب يائير جولان ورئيسا لحزب العمل، وعلى يبدو أنه سيكون أيضا تحالفه مع ميرتس، هذا سيصعد المعارضة أو سيصعد من الاحتجاجات الشعبية ضد حكومة نتنياهو، وهذا يمكن أن يحسب له حسابا. الأمر الآخر الذي يمكن أن ينهي حكومة نتنياهو مسألتين داخليتين، الأولى الخلاف بين الجيش الجيش الذي يمثله في الحكومة عمليا وزير الجيش الإسرائيلي يورك جالانت، والذي يوجد هناك خلافات حول اليوم التالي وما هي مصير العملية العسكرية، أو ما يتعلق بقانون تجنيد الحريديين، وهذا يمكن أن ينسحب أو تنسحب بعض أحزاب الحريديين مثل شاس وعيدات الثورات، وبالتالي تفقد الحكومة الإسرائيلية مكانها أو أغلبيتها في الكنيسة.